السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناة جرام دي زد. اليوم جبت لكم وصفات تهبل خفيفة، تحلية بنينة بزاف، مكونات بسيطة. نسحقوا هذا النوع من اللي قالت باكي واحد، نسحقوا 3 حبات ياغورت، هذا يا فلان كراميل، 2 حبات بنان، كاس حليب وكاس شانتيي. انا هنا استخدمت كاس تاع 240 وشوية كاكاو. بون، المرحلة الأولى نشدو المول تاعنا ونغمسو لي قالات هادوما في الحليب، ما نغمسوهمش بزاف، جوست دورة واحدة تكفي باش ما يجيش طري بزاف، باسكو من بعد يطرى أكتر، كي يبرد يطرى أكتر. دونك نديرو دورة واحدة برك ونسدفوهم كامل المول تاعنا. يعني هاد التحلية بزاف سهلة وما تديش كامل الوقت، كي تكوني عيانة ولا يجوك ضياف ولا حبيتي حاجة حلوة هكا تمتم، ديريها سهلة بزاف، ما تديش الوقت وبنينة بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي رايكم في التعليقات. دونك انا لهنا نحب ندير 2 طبقات مع التحت باش تبان لاباط، باسكو هادي تولي من بعد شغل تبان غولي. الوغ ندير 2 طبقات من بعد نجي ندير لاكريم تاعي، ندير الحليب الشونتيي والياغورت ونخبطهم بالباتور، نطلعهم مليح وتولي النتيجه هكذايا بنينه بزاف. هاد لاكريم ما عندها حتى علاقه بالشونتيي، ما عندهاش كامل الكو تاع الشونتيي، يجي كو تاعها كراميل وهايله فريمون، لازم تجربوها. هاد لاكريم بنينه بزاف. دونك نعمر الطبقه الاولى كيما راكم تشوفوا، نوزعها على كامل المول تاعي. تحبي ديري طبقه خشينه، تحبي ديري طبقه رقيقه، انا نحب نخشنها شويه باسكو هاد لاكريم بنينه. بعد نقطع البانان تاعي ونستفو كامل. من بعد نزيد الطبقه الثانيه من الكاطو تاعي. انا هنا نحب ندير طبقه واحده، كي تحبي ديري زوج ديري زوج، انا نحب ندير طبقه واحده باش ما يجيش بزاف الكو تاع الكاطو فيه. انتي لا كان المول تاعك عميق تقدري ديري 2 طبقات من بعد تزيدي البانان فوقو من بعد لاكريم. انا هنا المول تاعي صغير يعني قد قد، الوغ ندير طبقه واحده تاع البسكوي ومن بعد نزيد طبقه واحده تاع لاكريم، ما نعاودش ندير البانان. فوالا هاكا نستف مليح ونحاول ندير نديرها ملساء يعني قدر الامكان. بعد نشد صفاية وندير الكاكاو فوقها بالصفاية باش يجي شباب هكذا على كامل السطح تاعها، يعطيها فريمون بنه هايله، يبدلها كامل الكو تاعها. يعني الكاكاو تقدري تقولي مكون اساسي في هاد الوصفه، الا درتيه ولا ما درتيهش تلقاي فرق شاسع بيناتهم. هاكا نحطها تبرد في الثلاجه قدر الامكان، يعني على الاقل على الاقل ساعه ساعه ونص، وعلى الاكثر تقدري ديريها الصباح وتاكليها العشيه، وغدو مدك تولي بنينه اكثر قد ما تبرد قد ما مليح. نمسح الحواف تاعي، نقي المول مليح ونحطه في الثلاجة. دونك هايلك بعد ما بردت ندير الموس من الحواف باش تخرج لي فاسيلمون، من بعد نقسمها انتي والعدد الافراد العائله اللي عندك ولا كيفاش تحبي ديري المرصوات كبار ولا صغار. وكي تكوني تقسمي حاولي ما ترفديش الموس بزاف باش ما توسخلكش لاكريم ما تخرجش. هاد الوصفه انا شفت يدتها لعجوزتي مره وكانت ما تحكمش السكر، وصات لي شفتها شهاتها وقالت لي طيني ندوق، عجبتها كملت المورسو كومبلي، عجبتها بزاف باسكو فريمون بنينه. ما درتها لدارنا كي جاو يعني الضيف لي تجي ديرها له باسكو سهله وما تديش الوقت وبنينه ميم طو، يعني راح يشكروك يشكروك فيها، يعني تحمري وتكبيان. جيمغي بيان تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. فوالا هاي ليك فريمون تشهي، تبان تاع الصح باتيسري، ميم في الكو تبان باتيسري.
فوالا، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، تعرفوا روحكم. نقولكم قول على خير، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. سلام.